صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 80 لسنه 2023 بتعديل بعض احكام لائحه تحديد الرواتب والمزايا الوظيفيه وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه الصادر بالقرار رقم 77 لسنه 2013 وذلك بناء على اقتراح جهاز الخدمه المدنيه.